الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مع احداث قيامه ربنا يسوع المسيح وخلال الخمسين، دايما كده نفتكر ظهورات ربنا يسوع المسيح، ونلاقي ان ظهورات ربنا يسوع المسيح كانت لاشخاص كل واحد منهم في صفه او في حاجه خلت المسيح يظهر له، ورساله عايز يوصلها لنا ربنا يسوع المسيح من خلال الشخصيه دي. نقف مع بعض النهارده وفي الرساله ديت ونركز مع أول شخصيات التقى بيها ربنا يسوع المسيح، شخصية المريمات. المريمات الحقيقة شخصيات غنيات بدروس نتعلمها عشان نعرف نلتقي بربنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات. أول درس نتعلمه من المريمات وبشدة هو درس المعاد اللي راحوا فيه يلتقوا بربنا يسوع المسيح المدفون في قبر يوسف الرامي. رحتوا امتى ايها المريمات؟ المريمات دول راحوا امتى؟ راحوا يتقابلوا مع المسيح في الفجر، مش في الفجر، اول فجر. ويقول عنهم في احد الاناجيل والظلام باق، يعني الدنيا لسه ضلمه. هيخرجوا المريمات من اورشليم لخارج اورشليم مكان القبور عشان يزوروا المسيح الميت بالجسد. اتحركتوا الفجر ليه يا مريمات؟ لو فكرنا فيها كده نلاقي ان الحب اللي مش قادر يصبر على لقاء ربنا يسوع المسيح، مش قادرين يصبروا، مش قادرين يستنوا. مع ان لو فكرنا فيها بالمنطق، دول لو استنوا لهم ساعتين ثلاثة النور يطلع والتلاميذ يصحوا من النوم وحد من التلاميذ يجي معاهم كان هيبقى كلام منطقي جدا، لكن هم مش قادرين يصبروا او يستنوا على لقاء المسيح، لان جواهم قلب مش قادر يصبر على لقاء المسيح، فتحركوا باندفاع هذا الحب للقاء شخص ربنا يسوع المسيح. تاني درس نتعلمه من المريمات، من الحقيقة المشوار اللي رايحينه من أورشليم للمقابر مشوار خطر والمعاد مش مناسب، لكن هم تحدوا الظروف، مش بس تحدوا المكان ده، حتى وهم رايحين بيفكروا في سؤال عجيب: من يدحرج لنا الحجر؟ بره إمكانياتهم الجسدية إن هم يدحرجوا الحجر، لكن قالوا مش مهم، برضو مش هنخلي حاجة تعطلنا عن لقاء ربنا يسوع المسيح. حتى لو الظروف شكلها صعب، الظروف شكلها مش مناسب، المكان مش مناسب، لكن برضو احنا مصممين على لقاء المسيح. طب استنوا التلاميذ يصحوا من النوم حد منهم ييجوا يساعدكم؟ قالوا لو استنينا التلاميذ جايز بطرس لما يصحى يقول لنا طب استنوا، طب بلاش النهاردة، يوحنا يبقى مكسل، توما يبقى شاكك، متى ملوش مزاج. قالوا لا، احنا بره كل اي بره اي حاجه تعطلنا عن لقاء المسيح، حتى لو كان اللي هيعطلنا دوت حد يساعدنا، احنا هنروح وخلاص، هنروح نتحدى الظروف. فالحقيقه تحديهم للظروف دوت كان شيء في منتهى الروعه. وصادوا يوصلوا للقبر بتاع ربنا يسوع المسيح يلاقوا ان الحجر قد دحرج، يبقى تحدوا الوقت وقاموا بشده اشتياق يتقابلوا مع المسيح، ويستحقوا ان هم ياخدوا وعد المسيح: من يبكر الي يجدني. تحدوا الظروف فالمسيح سهل ليهم الظروف ودحرج ليهم الحجر. اخر حاجه نتعلمها من المريمات النهارده انهم راحوا معاهم حنوط للقبر، يعني راحوا للمسيح وايديهم مش فاضيه، راحوا وهم بيقدموا له هديه قد تبدو بسيطه، لكن صمموا ان هم يروحوا للمسيح ومعاهم حاجه تعبر ليهم عن محبتهم لشخص المسيح حتى لو كان ميت بالجسد. ثلاث دروس مهمة نتعلمهم من المريمات، يا رب يبقوا ذهننا دايما: المحبة تبكر، المحبة تتحدى الظروف، المحبة لا تذهب فارغة لكن شايلة حاجة تعبر بيها عن محبتها لشخص المسيح. يا ريت في فترة الخمسين، فترة احتفالنا بالقيامة، نفتكر الثلاث رسائل دول ونحاول نطبقهم في حياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن ومن الأبد.